العودة إلى التيه من جديد هي أبرز ما يهدد النسيج المجتمعي للداخل الإسرائيلي، ففي الآونة الأخيرة تشهد إسرائيل موجة هجرة عكسية متزايدة، حيث يختار الكثير من الإسرائيليين الهجرة وبيع الممتلكات ونقل الأموال وشراء العقارات في الخارج. ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة هارتس الإسرائيلية، غادر نحو 34,500 إسرائيلي بين شهري يوليو وأكتوبر من العام 2023، وهو ضعف العدد لنفس الفترة من العام 2022. وفي الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 غادر 42,185 إسرائيلياً ولم يعودوا بحلول يوليو 2024. وأما في أكتوبر 2023 غادر 12,300 إسرائيلي ولم يعودوا بحلول يوليو 2024. عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر واحدة من أسباب الهجرة العكسية، لكنها ليست الوحيدة، فقد كان السابع من أكتوبر نقطة تحول فاصلة أدت إلى تزايد المخاوف من إمكانية تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً. استشعار مخاطر انهيار الديمقراطية جراء تغول يد نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة على السلطة القضائية بقانون الإصلاح القضائي كانت واحدة من أسباب ضعف ثقة الإسرائيليين بالنظام السياسي، ما دفعهم للبحث عن فرص أفضل في دول تحافظ على استقرار سياسي أكبر. الحرب المحتملة في الشمال في ظل التوترات مع حزب الله اللبناني أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين، ما سرع من وتيرة الهجرة العكسية، وذلك مع وجود تقديرات بأن هذه الحرب قد تكون أكثر تدميراً من أي صراع آخر. وعلاوة على التهديدات الأمنية، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات متعددة من تكاليف المعيشة المرتفعة وهروب موظفي الشركات التجارية وتزايد البطالة، ما أدى إلى اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية. ومع استمرار الهجرة العكسية وعدم الاستقرار وتفكك النسيج الداخلي، بدأت تحذيرات كثيرة في الداخل الإسرائيلي تنادي بالتحرك العاجل، وإلا فالمصير هو العودة إلى التيه من جديد.